ضيفتنا لليلة مطربة طرب الأصيل، ست عصامية، صوت من أندر الأصوات بالوطن العربي، صوت عملاق حمل الحزن والفرح والوطن، غالي وأغلى من الألماس. ليونة هالصوت وجمال العرب بيأثر بإحساس المستمع وبهذب الأذن وبيعبر عن أرقى شعور وهو الحب. مرة جديدة منرحب كلنا سوا بالمطربة القديرة الفنانة نوال الكويتية. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور. بدي بس خبر المشاهدين إن نحن اليوم رحلتنا بدندنة مع صوت فعلا في جمال كتير، صوت لا يخطئ، في طواعية، وبيأدي كل الألوان بكل محبة. فأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. على دندنة. تسلم يا أستاذ. الترحيب سعيدة فيه أكيد، بس أحس كتير علي يعني. لا أبدا. كتير كتير يعني كبير علي شوي. ست نوال من تواضعك بدي أضيف عليه كمان صاحبة أجمل ابتسامة ما شاء الله. يا حبيبتي شكراً. وكل وجهك يبتسم معه. شكراً حبيبتي، إن شاء الله الجميع نشوفه على طول يبتسم. سعيدة كثير أني أنا معكم في البرنامج، أتابع البرنامج، هذه مو مجاملة عشان أنا معكم، أتابع لأن اسمه دندنة معناته في غنى جميل، معناته في طرب، مصاحبة البيانو، مصاحبة الأساتذة الفرقة الموسيقية، فالغنى بالنسبة لي كله جميل. ودندنة بالفعل استضفت فنانين كثير كبار وأصوات جميلة واستمتعت جدا بالحلقات، إن شاء الله عاد الناس تستمتع بحلقتي. أكيد راح نستمتع والمشاهد راح يستمتع. نجمة كبيرة اسم الله عليك. إن شاء الله أكيد. إن شاء الله. بالبداية وقبل ما نبتدي معك المشوار الطويل بالفن، بدنا نطمئن جمهورك اللي قلق عليك لأنه سمعنا وأشيع أنه حضرتك عملت عملية بالعيون، نطمئن مشاهدينك اللي كتير مشغول بالهم عليك. أول شيء أشكرهم لسؤالهم الدائم وحرصهم على صحتي، وهذا شيء كثير يسعدني، يعني مش حريصين بس على أني أنا أكون موجودة وأغني، حريصين على صحتي. نعم. شكر كبير يعني لهم. انا ما عملت عملية، انا عندي عصب تقريبا تعبان بالعينين الثنتين، يعني يا هذه تصيبني يا هذه، اثنينهم تعبانين، والحالة عندي قديمة من سنة 89. بلشت اعالج من سنة 92 بس الى الان عندي المشكلة، وصارت تزيد وصارت تصير بشكل اوسع ومؤلم ويطول يعني عدة شهور، يعني يصير عند اتعب، يصير طبعا النور ما اقدر عليه نهائي، دائما اكون قاعده بظلام، بلبس نظاره سوداء وبنزعج، حتى لو اتكلم احس الم، يعني لما اتكلم احس الم، بس الحمد لله يعني الحين الحمد لله كثير. سلامة قلبك يا رب. مثل ما تقولوا ما تشوفين شر. شر ماي. سلامة عيوني. شر ماي. يلا يسلم. خبرينا، بدنا نبتدي هلا حلقتنا بدندنة، وشو رأيك نبتدي بدراستك الموسيقية؟ خبرينا عنا. دراستي كانت مرحلة جدا جميلة لأني أنا أعشق الموسيقى من طفولتي، يعني من لما كنت بالروضة كنت دائما في النشاط الموسيقي، وبعدين ابتدائي والمتوسطة، وبعدين عندنا معهد الموسيقى يبتدي من مرحلة الثانوية، وبالفعل خلصت مرحلة رابعة متوسط ودخلت على طول معهد الموسيقى ودرست الموسيقى وتخصصت في عزف الناي والبيانو، أكيد لأن البيانو إجباري، يجب أن يكون كل طالب يعزف البيانو. كنت كثير مستمتعة في هذه المرحلة، وكنت الحمد لله من الأوائل، لأني يعني قاعدة أدرس شيء أنا أحبه. ومنها ومن المعهد صارت انطلاقتي وصرت فنانة، لأن أصلا ما كان براسي أني أنا أغني ولا يعني أنشهر ولا يعني أبدا أبدا ما كنت أتصور. طب هل أهلك عارضوكي ولا شجعوكي؟ لا والله أهلي شجعوني. شجعوكي على أول مرة. طب كيف دخلتي معترك الفن بعدين بعد مرحلة الدراسة؟ دخلت عن طريق الفنان الملحن الله يرحمه راشد الخضر. نعم. كان مدرس عندنا بالمعهد وكنت طالبة أنا عنده، وكان يلح علي من كنت بثانية ثانوي، بس أبدا الفكرة ما كانت براسي. كان أستاذ موسيقى المرحوم راشد. أستاذ موسيقى. أي نعم. وشو أول غنية حفظتيها؟ شريط كان الحالي ولا شريط أول أغنية قبل ما يستعملي أغاني لإلك قبل؟ كثير، يمكن أكثر الأشياء من وأنا صغيرة كنت بغني كثير حق وردة وعبد الحليم. والله يعني اذني زينه متربيه من وانا صغيره متربيه على الاصول
بيسألوني عنك يا نور عيوني. يسألوني لو قداني لو قداني أو رحت مني أو رحت مني Thank you.